كوكو لي زامي، جيسبر تكونوا بيان. لا فيديو تاع اليوم راح نكملوا تحضيرات لانيفرسير. اللي مازال ما شافش الفيديو الاول اللي يهبط في صندوق الوصف راح يلقى له اللينك. بديت بلا جينواز باه ندير لي نمبر كيك. لي زانغريديون كامل تلقاوهم في صندوق الوصف، درتهم بالعربيه وبالفرونسي. انا هنا دوبليت الكميه، درت 4 عظام، 14 مغرف سكر، 14 مغرف زيت، 14 مغرف حليب. الكاكاو تاعي كان نواغ بزاف، درت 2 مغارف. مي نتوما الا كان ماهوش نواغ بزاف تقدروا ديروا 4 مغارف و10 فرينه. مي انا درت 2 مغارف كاكاو و12 مغرف فرينه. بعد ما حطيتها تطيب في فوق سخون على درجة حرارة 180 خليتها تبرد وقصيتها. هاد لي نيميرو راح تلقاو لوليان تاعهم في صندوق الوصف، يديكم لاباج تاعي في الفيسبوك. تهزوهم تمبريمي وتقصوا ولا ترسموا وحدكم كما تحبوا، انا سهلت لكم المهمة. لاكريم باه تطلع لك مليح حطي لو بول ولا فوي في الكونجيلاتور قبل ما تخدمي بهم. ولا كريم ليجير لازم تكون فيها 30% فما فوق ماتيير غراس و بيان سور تكون بارده. هنا بللت لا جينواز بالشربات، كاس ماء وخمس مغارف سكر، تحطيهم يغليو شوي ومن بعد تنحيهم. الا حبيتي ديري شوي سيترون ديري، ولا تحبي ما ديري الشربات ديري حليب. زينتها بالشي اللي كان عندك. طيش الجوانب تاع الكاطو، درت به لي بوب كيك، زدت غير بطاطا دانون وشوكولا، دورتهم وحطيتهم في الفريكو يبردوا. من بعد درت لهم الشوكولا، هما جاو بنان. مي حاجه كي ما تكونش كاتبه ديري واش ديري ما تكتبش. كي حطيتهم يشيحوا في صالون جات بنتي فزدتهم، هذه الاولى رحت رقعتهم. يا صافا تعدلوا وغدوه تاعها كي جينا حنروحوا للبارك. ايماجين مع دي مارا راجلي نسمع في حاجه طاحت. انا حطيته هو الكاطو، مي اوغوزمون ما وشي الكاطو جات في لي بوب كيك. لا غالب كلاتهم لا بوبال.
الجامبر كيك تاع لا باتا سابلي اول مره نديرو دا كونتيتي جات بزاف، يعني كانت 125 غرام كانت تكفيني. لي زانغريديون كيما قلت لكم بالعربيه وبالفرنسي تلقاوهم لتحت في صندوق الوصف. بعد ما كملت لاباط حطيتها في الفريكو تريح واحد الساعه ومن بعد خدمتها. اي حق لي شيف ما قلت لكمش عليهم، انا درتهم صغار امبريميتهم في بابي ا 4. ميلا حبيتو ديروهم كبار امبريميو في بابي ا 3 جوست برك لو ريغلاج في لابليكاسيون ولا في الميكرو كي تجيو حتى امبريميو ديروا بابي ا 3. كي طيبت لو شيف بسابلي خرجتو حطيتو يبرد، جيت حنهزو تكسر من بعد رقعتو مي لاباط جات مبسة بزاف تذوب في الفم، هي بنينة مي قلت المرة الجاية بربي ان شاء الله نديرو بلاباط سابلي اللي تجيب باللوز. لا بروشان فوا ان شاء الله كي نجي حنديرها ندير معاكم فيديو. من بعد ما ديكوريتها حطيتها في الفريكو رحت كملت لاباط اللي بقات، درتها ديكور لصقتهم بالشوكولا ودريت عليها سكر غلاس. كيك بعد ما درتهم وطيبتهم وحطيتهم يبردوا درت لهم لاكريم. لاكريم هي توجور لاكريم ليجير، طلعتها وهي بارده طلعتها مليح وزدت لها سكر غلاس. اكيد ذوقي وتعرفي وقتاش تحبسي. ومن بعد درت لها الكولوران جون وزينتها. لي توبرز ولي كيسات راكم تلقاوهم تحت لا فيديو اللي فات، تلقاو لو ليان تاعهم يدخلكم ما باج فيسبوك وكم تلقاو لي فوتو ثم تمبريميو دوكسو ويتركبو. جيني وبعد ما خلصت جات بنتي شافت الكاطو ما عجبهاش، قالت لي مانيش حابه كاطو تاع لي شيفخ، قالت لك موش كاطو ديري لي كاطو كوم يلفو. ايا رحت بالشي اللي بقى لي تاع لي كاب كيك درت لها كاطو وزينته لها ليه حشيتو من الداخل، درت له لاموس وشوكولا ودرت بلاك كريم هذيك ثاني اللي قلت لكم طلعتها بلاك كريم ليجير لو سكر غلاس ودرت لها كولوران بلو وزينتها كيما راكم تشوفوا تاع 5 5. في الاخر نقول لكم الى عجبتكم لا فيديو وعجبكم واش درت ما تنساوش تخليوا لي كومونتير ديروا جيم بارطاج وما تنساوش اشتراك. بيزو على لا بروشين فوا.